ان شاء الله كاينه مفاجاه، كاينه مفاجاه ما نهضرش عليها دابا، ولكن كنقول للجمهور تسناوني بشي حاجه ان شاء الله جميله، شي حاجه جديده ما كانش غادي تعجبكم ان شاء الله. انا دابا في التصوير هذا المسلسل اللي غادي يدوز في رمضان، انا دابا في كنصوره وكنظن واحد المسلسلات جوج اخرين ديجا صورتهم، يمكن حتى هما غادي يتبتوا. عندي مشاريع اخرى ديال السينما، ولكن انا دائما المشاريع كنفضل ما نهضرش عليها، وهي مشاريع كنفضل حتى تتحقق. الكل كيعرف انني كندوز من مراحل بحالي بحال الناس، مرحله كتكوني مزيان، مرحله ما كتكونيش مزيان، مرحله كتخلي كتهملي راسك شويه تي بخو ان بو دو بوا، مرحله عاود كتقولي لا خصني نتوقف. انا دابا في مرحله ديال التوقف فشويه ديال ما نقولش ريجيم، مي مود دو في، هيجين دو في، الرياضه ضروريه، النعاس مزيان، حياه تكون سان، اون في سان، واهم من هذا الشيء كلشي هو يكون القلب هاني، ويكون الانسان بحال اللي كنقول دائما يكون الحمد لله. انا مع اي شيء من مصلحه الاسره، وكنشوف انا فرانشمون بغض النظر على شكون اللي الناس اللي في القضيه، لان ما بين جوج الناس ما كيقدرش الواحد يعرف وما خصوش يتدخل. انا على القضيه ككل انا متفقه، لان ما عندها حتى معنى انه تكون الام حاضنه وليست واصيه، يعني كنردوا الام غير ان اوبجي، ولا كنردوها واحد الشخص اللي هو ما عندوش قيمه، ما عندوش يعني شخصيه، ما عندوش عقل، بحال اللي راه حنا عاطين الابناء لواحد السيدات غتحضيو منا، وحتى ديك السيده اللي غتحضيو منك راه خصها تكون بعقلها وكتفكر وكتاخذ قرارات. فهذا لا يعقل اننا نكونوا في هذا العصر في القرن 21 وفي هذا العصر ومازال كنعتبروا المراه بحال هكا. انا كنظن وبكل يعني حياديه انه المدونه الاسره دار فيها بزاف المجهودات، ولكن باقي فيها الثغرات اللي بطبيعه الحال ما يمكنش نغيروا الاشياء كلها دو جو لون دوما، ولكن دابا وصلنا لواحد الوقت اللي خصنا حتى هذا الشيء ناخذوه بعين الاعتبار. الام راه بحال بحال الاب، الام دابا كتشتغل حتى هي وكتجيب الفلوس للدار، وشحال من ام انها كتكون هي اللي كتصرف على ولدها، ولكن دائما خصها لوتوريزاسيون ديال الاب، يعني هذا الشيء خصوصا في المخصوص يبقى. انا دائما كنقول يا ربي نكون دائما عند حسن ظن الجمهور، لانه بلا الجمهور حنا ما نكونوش. بغيت نشكر بزاف ومن خالص القلب فريقنا الوطني اللي شرفنا واللي رفع راسنا ورفع راس العرب كلهم، ويعني حنا حسينا بانه فريمون. انا بالنسبه لي هذوك الوليدات ديالنا ديال الفريق هما مجاهدين، يعني كانوا كيجاهدوا. فشكرا، شكرا الف مره، وشكرا للمدرب اللي هو السي وليد الركراكي، وشكرا للجامعه الملكيه ديال الكره على راسها السي القجع، وشكرا صاحب الجلاله المشجع الاول ديال الرياضه في المغرب، وكل سنه وانتم طيبين.